الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث عن الإيمان قد يكون لكي نعرف من هو المؤمن عن غير المؤمن، وقد يكون لكي نعرف ما هي مواصفات المؤمن حتى نحاول أن تجتمع فينا تلك المواصفات. أنت أحياناً تتحدث عن الصلاح لكي تعرف شروطه وتحقق تلك الشروط في نفسك، أحياناً لكي تعرف الصالحين، وحسب تعبير الشاعر: أحب الصالحين ولست منهم. أحياناً يكون الحديث عن الإخوة، عن الأصدقاء، وعن مواصفات الصالحين منهم لكي نتعرف عليهم، أحياناً لكي نجمع صفات الصالحين في أنفسنا. مطلوب منا أن نعرض أنفسنا على القرآن، ونحاول أن نكون من الذين انطبقت عليهم آيات المؤمنين وصفات الصالحين، لأن مصير الإنسان يصنعه الإنسان بنفسه، لا يصنعه الآخرون له. أنت من تبني جنتك وتزرعها، والبعيد هو الذي يجمع الحطب على نفسه في نار جهنم. المهم، حديث القرآن عن المؤمنين هو حديثان: حديث عن المؤمن لكي تحاول أن تكون أنت منهم، وحديث لكي نعرف المؤمنين فلا نصادق غيرهم ولا نتبع غيرهم ولا نكون مع غيرهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين بمعنى أن تكونوا منهم وأن تكونوا معهم، وليس فقط أن تكون منهم معهم ولا تكون منهم. ربنا بين الملاك في التفاضل ما بين الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي الملاك، هي الميزان. لكن من هم النماذج؟ أولئك الذين فعلا كانوا من المتقين، ومن ثم علينا أن نتبعهم. هذا النموذج يبينه الله في هذه الآية المباركة: إنما. وإنما أداة الحصر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني محصورا في هؤلاء. إنما المؤمنون الذين عندهم المواصفات التالية، والتي علينا أن نحاول أن نحققها في أنفسنا: الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله وآمنوا بالرسول، وليس فقط آمنوا بالله، لأن ربما كذا مليار من البشر اليوم يؤمنون بوجود الله لكنهم لا يتبعون الرسل. نعم، الله موجود،
إذا سألناهم من خلقكم ليقولن الله، لكن ما عنده شغل برسول الله. بينما التوحيد ليس أن تؤمن بوجود رب ما في مكان ما، التوحيد يعني أن تؤمن بالرب وتؤمن بمن أرسله الرب، تؤمن بالله وتؤمن برسول الله وتتبع رسول الله. وحسب تعبير الإمام الصادق قال: إلها هنا التوحيد. التوحيد يبدأ من معرفة الله والإيمان به والاعتقاد بوجوده والبحث عن رسوله واتباع وصي الرسول ومن يمثل الرسول. التوحيد لهنا، مو التوحيد يبقى فوق بس في السماوات، هنالك رب ما، إله ما، شيء ما، أو حسب تعبير بعضهم هنالك مصمم ذكي، تعبير بعض الغربيين. أكو فرد مصمم، وهذا المصمم حتما كان أذكى من عندنا، صمم وجود هذا الكون. أو حسب تعبير أحدهم من الفلاسفة القدامى اليونانيين قال: إن الله خلق الكون في 6 أيام أو في 7 أيام ثم تفرغ لنفسه. بعد ما له ربط بينا، لا، الله عز وجل له أمر وله خلق وله إرادة في كل خلية من خلايانا، في كل حركة من حركاتنا. على كل حال، المؤمنون هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شوف، هاي قضية الاستقامة التي تأتي في القرآن الكريم بعبارات شتى مختلفة، ومنها هذه الآية المباركة: المؤمنون وصفهم أنهم آمنوا بالله ورسوله وما بدلوا ثم لم يرتابوا. أو في بعض الآيات القرآنية الكريمة ربنا يخاطب نبيه فاستقم، في أكثر من آية طبعا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أن تبدأ في عمل ليس صعبا، لكن أن تستمر إلى أن تتم ذلك العمل، هذا هو المطلوب. ولذلك في الآيات القرآنية التي ربنا يقول: من جاء بالحسنة، يعني يوم القيامة، يعني هاي الحسنة اللي عملها استمر وياها إلى أن جابها وياه يوم القيامة، مو بنص الطريق بطل، لا، جاء بها. فلا تموتن. يعقوب يجمع أولاده يسألهم: لمن تعبدون؟ قالوا: إلهك وإله آبائك. وصيته: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليش ما قال فلا تعيشن؟ احنا مطلوب الإيمان في حياتنا، في معيشتنا، لكن هنا يقول فلا تموتن، يعني إلى الموت، مو بنص الطريق تبطل، لازم إيمانك يستمر إلى الموت. تستقيم. حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني سورة هود. راحوا المسلمين ينقبون في آيات هذه السورة المباركة، شنو فيها أوامر اللي شيبت رأس رسول الله اللي ما موجودة في بقية السور؟ فقالوا: هذه الآية، فاستقم كما أمرت. لكن استقم كما أمرت عندنا في سورة أخرى. إنما النبي كلف بأن يستقيم، وأن يستقيم من معه، اللي شيبوا رأس النبي من معه وليس النبي، النبي طبيعي يستقيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، خلي اللي وياك أيضا، أي هذول أيضا يستقيمون في العمل. أن تسجل اسمك في الجامعة سهل، لكن أن تستمر في الجامعة حتى تتخرج وتنجح، هذا هو المطلوب. أن تبدأ الإيمان سهل، لكن أن تصبر على متطلبات الإيمان. رب العالمين راح يمتحنك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. اجا سجل اسمه
ضمن جماعة المؤمنين الآن، مو يعني سجل في ورقة، إنما جاء عند النبي أو جاء عند الوصي أو جاء عند العالم وأعلن عن إيمانه بالله. حينما يقول لا إله إلا الله يعني ما يعبد المال، يعني ما يعبد المنصب، يعني ما يعبد الجاه، ما يعبد الزوجة، ما يعبد الشهوات، ما يتخذ إله هواه، هذا معنى لا إله. يعني ما يمكن أنت هم تكون موحد هم تشرك مع الله أشخاص آخرين. هاي العبارة أو المثل الشعبي المعروف، ساعة ربك وساعة قلبك، ما يصير. من عمل لي ولغيري جعلته لغيري، أنا خير شريك. رب العالمين يريد عمل خالص له. فحينما تقول لا إله إلا الله لازم تستقيم على هذه الكلمة. إذا رب العالمين أمرك بالعطاء تعطي، أمرك بالخروج من مالك تخرج من مالك، أمرك بأن تغامر بحياتك تغامر بحياتك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، طبعا مبين الذين آمنوا بالله يعني صدقا، وإلا مجرد كلمة مؤمنون يعني داخلين في المجتمع الإيماني محسوبين على المؤمنين. لكن المؤمن الصحيح الصادق هو اللي فعلا في قلبه ملتزم، عند عهد وعقد مع رب العالمين، معاهدة عنده، موقع على هذه المعاهدة، شهد على نفسه بربوبية الرب وأنه الوحيد الذي يعبده والوحيد الذي يستسلم له والوحيد الذي يسجد له والوحيد الذي يركع له. فلا يركع لا للسيف ولا للدينار والدرهم، لا إله إلا الله. الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا ورسوله مو اعتباطا رب العالمين جايبه، قيادة الربانية التي تمثل الله، مو قيادات ثانوية. اللي يمثل شوف الربوبية لله ومن ثم الإطاعة المطلقة لله. لا يجوز لك أن تطيع غير الله، لكن إطاعة الله تتمثل في إطاعة الرسول الذي يمثل الله والذي يتكلم عن الله. إطاعتك أيضا للوصي يجب أن تكون إطاعة باعتبار أنه وصي رسول الله، مو جماعة اجتمعوا بيناتهم عينوا واحد. زين هم عينوا، هل إذا عينوا واحد الله هم يقول باعتبار هذول قاعدين في فرس سقيفة واجتمعوا وعينوا ما يخالف، أنا هم أقبل من عندهم أعين هؤلاء وأقدسهم وكلامهم كلامي؟ لا، هذا ما وارد أصلا. لا يجوز لنا أن نعين ربا نعبده. تدري بعض الفئات إلى الآن وفي السابق كانوا يقولون إحنا نخترع الرب اللي نريد نعبده، الآن يؤمنون بوجود خالق بس يقولون ممثل الخالق إحنا نعينه. قد يكون هذا اللي يمثل الخالق عندهم بقرة، مثل ما في الهند يعبدون البقرة، أو شجرة أو فئران. يعني يقولون حق تعيين من يمثل الله بيدنا، إحنا نعين اللي منه يمثل رب العالمين. ولذلك تتعجب شلون متخذين الفئران آلهة، ما دام الأمر صار بيدهم وفي نظرهم أن هذا صحيح. إحنا نعين من يمثل الله، يمثل الله هبل، يمثل الله شيء يصنعونه من التمر ويعبدونه. فإذا قلنا لا يجوز لك أن تعبد الله إلا فيما أمرك الله، الله هو الذي يعين فيما يرتبط بالتوحيد، وهو الذي يعين النبي. إحنا ما يمكن نعين نبي على الله، الله هو الذي يعين. ما كان لهم الخيار، يوم اللي الله يختار، يوم اللي الله يريد. بعد ماكو مجال أنه نقول يا رب هذا النبي، لا، النبي الثاني ما عندنا مانع، واحد من عندنا. اليهود كانوا يبشرون بمبعث نبي جديد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في كتبهم موجود أنه يأتي على جبل فاران وإلى آخره. لكن يوم اللي أجى النبي زعلوا، ليش هو من عندنا؟ لو من عندنا إحنا نتبعه. أما أجى من بين العرب ويتيم
ومتكفل عمه وفقير، حتى عمه ما كان عنده أكل فترة من الزمن يعيش أولاده، يتيم أبو طالب، هذا منه؟ احنا نريد واحد عظيم. اللي العرب قالوا، طبعا اليهود قالوا لو من عندنا نتبعه ما عندنا مشكلة. الوصية نفس الشيء، لأن أنا ما أتبع الوصي لأنه أنا اختاريته، لأن النبي اختاره بأمر الله، وكذلك بعد الأوصياء. أما المثل المعروف اللي ياخذ أمي يصير عمي، اللي يركب على هذا الكرسي يصير مقدس، ولي أمر المؤمنين لازم يتبعوه حتى لو آية قرآنية على الورق ما يعرف يقرأ، هذا ولي أمر الله معينه والآية تنطبق عليه، إنما وليكم الله ورسوله، لأنه جلس على الكرسي بفعل السيف، بمضات السيوف حكموا وقتلوا المخالفين وانتصروا، هذا صار ولي الأمر. هذا غير موازين رب العالمين. فإذا المؤمنون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله مباشرة ورسوله، ما يصير تفصل تقول أنا الله إيه ما يخالف بس الرسول، لا، أنا أخذ كلام الله بالقرآن، كلام الله بالقرآن اللي يجي عبر الرسول ويبينه الرسول أو يبينه وصي الرسول. التعبير المعروف اللي من النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، مباشرة شنو قال؟ فمن أراد المدينة، اللي يريدني، اللي يريد علمي، اللي يريد المشروعية اللي أنا عندي، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، مو من خلفها، مو من سقفها، مو من الخارج، عن هذا الباب الله يريد، مو أي شيء اللي أنت تعينه. الآن أنت أحجار من جبل أبي قبيس، وجبل أبو قبيس قريب من المسجد الحرام، جبل اسمه جبل أبو قبيس، تصعد عليه برجلك، تنام عليه عادي، لكن لما تشيل هاي الأحجار وتخليها في موقع الكعبة تصبح مقدسة. ربنا لا يقبل صلاتك إلا باتجاهها، ولا ذبيحتك إلا باتجاهها، هي تعتبر مقدسة، مو لأن هاي الأحجار مقدسة، لأن الله قدسها، لأن الله أمر بالسجود لها، ولذلك هذا مو شرك. على كل حال، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بعدين استقاموا ثم لم يرتابوا، بمرور الزمن، بعد مدة من الزمن ما صار عندهم شك. هنا يسقط كثير من الناس في الامتحان، شوية طال عليهم الزمن، مثل قوم موسى. موسى رب العالمين قال له 30 ليلة تجي عندي أعطيك الألواح، الأحكام اللي تنظم حياة بني إسرائيل بعد أن خرجوا من مصر، 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة. رب العالمين لكي يمتحن عباده وقوم موسى زين عليها 10 أيام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40. 10 أيام تأخر سوى لهم صنم، قال وين موسى؟ طول. وين ولي أمر صاحب الأمر؟ طول، يكفر به ولا يؤمن به. في البداية آمن بس شوية طال. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية صلح حديبية، بعد أن أخبرهم النبي بأنه رأى في المنام ومنامات الأنبياء وحي وحقيقة أنهم يدخلون المسجد الحرام، يوم اللي وافق النبي على صلح حديبية والعودة إلى المدينة، بعض الجماعة قال ما شككت في نبوته كما شككت في صلح الحديبية. يبدو يومية كان يشك، هناك بعد هواية شك. يا عم النبي قال لك احنا ندخل المسجد الحرام بس ما بين متى، مو اليوم باكر، مو السنة بعد سنة. أصلا من طرق امتحان الله عز وجل أنه يطول عمرك أو يطول الوعد وما تشوف النتيجة، يرفع إيده بالدعاء ويطلب من الله حاجة، إذا شوية تأخرت الحاجة يقول لا رب العالمين ما يريد يقضي الحاجات،
أو وأعوذ بالله من هذه الكلمة، ما يقدر رب العالمين يقضي هذه الحاجة، يكفر. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما شكوا بالنص، ما تراجعوا، استقاموا على القضية. وهذا هو المطلوب، أن يكون المؤمن وقد آمن وقد اعترف وقد أصبح من جماعة المؤمنين يستمر إلى نهاية حياته وما يبطل. زين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، مو فقط آمنوا ما شكوا، أيضا تنازلوا وضحوا. شنو ضحوا؟ بأموالهم، ضحوا بأنفسهم. الأموال عادة تجي قبل الأنفس، لأن مو دائما رب العالمين يطلب من المؤمنين التضحية بالأنفس، مو دائما تكون المواجهة فيها خطورة الموت، قتل وقتال. أنت لازم تكون مستعد إذا أجت لحظة من اللحظات، وعليك أن تدافع عن دينك ودين رب العالمين وشريعة سيد المرسلين، تكون مستعد وتضحي بحياتك ولو في آخر لحظة من حياتك، مثل عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه، وقد تجاوز 80 قيل 90 من العمر وجاي يجاهد في سبيل الله مع الإمام علي، أو مثل حبيبنا مظاهر الأسدي في أواخر لحظات حياته مستعد، مستعد في شبابه، مستعد في كهولته، مستعد في شيخوخته. لكن الجهاد بالمال دائما موجود، ولذلك الجهاد بالمال دائما يأتي قبل الجهاد بالنفس، لأن هذا عمومي. حتى لو أنت ما عندك إلا مبلغ بسيط من المال، أيضا لازم تصدق بنسبة من هذا المال. رب العالمين ما معين عدد، معين نسب، وهذه من حكمة الله. عندك 100 دينار 20 دينار الخمس اللي عليك، عندك مقدار اللي عليه الزكاة 2.5% نسبة، دي يقول لك. حتى يجي فرد واحد يقول خب هذا المليونير يعطي 100 دينار، أنا الفقير أنا أعطي 100 دينار، لا، نسبة. عند 100 مليون 20 مليون، 100 مليار 20 مليار، نسبة. الجهاد بالمال واجب على الجميع دائما. الصدقة، حتى الصدقة وأنت فقير، يعني صدقة الفقراء لها فرض قيمة خاصة عند رب العالمين، بمقدار ما تقدر. إيش قد تقدر؟ يعني واحد عنده فقط نفترض 10 دنانير عراقية، ما تسوي شيء 10 دنانير. واحد ما عنده ولا دينار، خو اعطي دينار، اعطي دينارين، ذاك أفقر من عندك فيعطي لذاك له. ولا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. على كل حال، المؤمنون من صفاتهم أن إيمانهم بالله إيمان حقيقي صادق مستمر إلى حين الممات، ما يشكون في أمرهم، ما ارتابوا، استقاموا، وجاهدوا بأموالهم. هذه من صفات المؤمنين الصادقين، الجهاد بالمال وأنفسهم. ساعة الساعة، ساعة المواجهة، حياتك مو أغلى من دينك، مو أغلى من جنتك، خاصة أن من يقتل في سبيل الله هو الحي. لكي حياتك تستمر فلا بد أن تجاهد في سبيل الله. فإذا قتلت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. غريب في قضية النبي زكريا، يوم اللي دخل على مريم وشاف فاكهة الشتاء في الصيف، أو فاكهة الصيف في الشتاء، كذا مرة شاف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تعجب، سابقا ماكو ثلاجات اللي يجيبون الفواكه مال الشتاء يخلوا للصيف، او مال الصيف يخلوا للشتاء، يعني حسب الموسم. لكن في غير الموسم تعجب، قال هذا من وين؟ قالت هذا من الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. حسابات ما تدخل عند رب العالمين، ينزل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف الشتاء. هنالك دعا زكريا. رب العالمين غير المحاسبات اللي احنا نسميها طبيعية،
عنده حساب آخر بغير حساب، بغير حساباتنا. لذلك طلب من الله يعطيه ولد مع أنه كان كبير في السن وزوجته عاقر، هم هو طالع من الدائرة، دائرة الآباء، هم زوجته عاقر، لكن يوم اللي شاف رب العالمين بغير حساب يمكن أن يرزق مريم، إذن بغير حساب يمكن أن يرزق ولد. الله اعطى ولد، والله اعطى اسم الولد يحيى. يحيى يعني يبقى حي. عجيب، يحيى قتل، يقتل لأنه قتل بقي حيا. حينما يقتل الرجل في سبيل الله هذا يستمر حياته عند ربهم، يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. يحيى الله أعطى لزكريا الولد والاسم، لم نجعل له من قبل سمية. الله ده يبين سنة من سننه، طريقة من طرائقه. إذن المؤمنون حقا هم أولئك الذين يؤمنون بالله ولا يرتابون، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بس هذا الجهاد له شرط، شرط الإيمان عدم الارتياب، شرط الجهاد في سبيل الله، مو للمظهر، مو حتى يطلعون صورته، مو لكي يذكر، لا، في سبيل الله. هذا في سبيل الله ترى شرط كلش مهم، لأنه ربما العمل مو صعب، حتى التضحية بالنفس مو هالقد صعب، الإخلاص أصعب من التضحية بالمال والتضحية بالنفس، فعلا لله وفي الله، لا لكي يعود ويقال أنه بطل، قاد فلان معركة وانتصر، لا، رايح يضحي، وإذا لم يقتل يزعل، مو إذا لم ينتصر. حينما جاء النبي يزور الإمام علي سلام الله عليه في معركة أحد، وقد قتل حمزة سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليه، وقتل من أصحاب النبي أكثر من 70، فقال الإمام للنبي: يا رسول الله، أرأيت كيف فاتتني؟ فاتتني، مو فاتني الانتصار، فاتتني الشهادة. قال: إنها من ورائك، فكيف صبرك يا علي؟ يوم اللي ضربت ابن ملجم تجي على مفرق راسك، فكيف صبرك؟ قال: إنها من مواطن الشكر، مو من مواطن الصبر. ضربة تجي على راسي، ما هذا مكان الشكر في سبيل الله. هذا معنى في سبيل الله، فعلا العمل تقوم به الله يقبل من عندك، بشرط أن يكون في سبيل الله. أولئك هم الصادقون، هذه صفات الصادقين. هذه الآية كما يقول ابن عباس نزلت في حق حمزة وفي حق علي وفي حق جعفر الطيار، هؤلاء الثلاثة نزلت الآية في حقهم بنص عبد الله بن عباس الذي يسمى بحبر الأمة. يعني الله هم عين الملاك، هم جاب النماذج، هذا نموذج حمزة، نموذج جعفر الطيار، نموذج الإمام علي، وثلاثتهم كانوا شهداء. يعني جاءوا، قلنا كلمة جاءوا، من جاء بالحسنة يعني يوم القيامة جاء بالحسنة، إلى يوم القيامة هي الحسنة كانت عنده، مو بنص الطريق ذبه. كان أحد العلماء ششتري المعروف، هذا مرة من المرات كان عنده مجلس وكان يحضرون عنده، والناس تقدر في زمانه مجتهد، ويصعد على المنبر ويقرأ قراية ويقرأ تعزية ويقرأ نعي. فهذا ركب أجلكم الله على الحمار ماله، والناس تنتظره واقفين، إلى أن وصل إلى باب المسجد اللي يقرأ فيه. لما نزل هناك أجا فرد واحد، هذا يشرب عرق، يعني يعرفون الناس أنه يسكر أحياناً. اجي يم الشيخ، الشيخ عانقه، سلم عليه ورحب بي، دخله في المجلس. بعدين اجى خلى اذنه الشيخ يم حلق الحمار، كانه دا يسمع شيء الحمار يقول له فرشي. بعدين اجى صعد على المنبر، الناس متعجبين من طريقته. قال: انتم تعجبتوا انا سلمت على هذا الخمار؟ فصرت اقول ترى فرد واحد اللي ظاهرة وباطنة واحد أحسن من المنافق.
اللي ظاهر الشيء وباطن الشيء ثاني. لأنه هذا الرجل يشرب الخمر وأنتم ما تثقون به ولا تقبلون شهادته ولا تأمنوا على أموالكم ولا تنطون بيتكم، ظاهر وباطن واحد. بس ذاك اللي يجي الظاهر بأنه مؤمن وملتزم ويشرب خمره ويجي ياخذ أموال الناس كأمانة ويخون ويتزوج بنات الناس وبعدين يأذيهم، هذا أفضل من ذاك. أنا عمدا جيت هذا صافحته، ثم لعل الله يتوب عليه، لعل هو يتوب إلى الله والله يقبل توبته. أما بالنسبة للحمار، تدرون الحمار قال لي فت كلام، طبعا الحمار ما يتكلم لكن على لسان الحمار يتكلم الشيخ، لأنه عندنا أحيانا على لسان بعض الطيور مثل الكليلة ودمنا، على لسان الحيوانات، النصائح المواعظ تجي على لسان الحيوان. قال هذا الحمار تدرون شنو قال لي؟ قال أنا الأمانة وصلتها، أنا كنت الأمانة وصلني إلى باب هذا المجلس، الأمانة وصلتها. يا ناس هذا الدين أمانة بأعناقكم، راح توصلوه إلى يوم القيامة إلى لحظة الوفاة لو بالطريق تخونون. ترى إذا خنتوا الأمانة أنتوا أقل من هذا الحمار. الحمار أمين ما يخون، بنص الطريق ما ذبني، جابني وصلني، أنتوا هم لازم توصلون وبنص الطريق تخونون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. إحنا في القرآن الكريم أربع أماكن عندنا رب العالمين يقول إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه آية من الآيات التي ذكرها، أربع آيات أقرأها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، المؤمنون الذين فعلا قلبه يوم اللي يجيبون اسم الله، الله كبير في نفسه، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنا أسألكم سؤال، أنت يوميا إيمانك دا يزداد؟ ترى هذه الآية كلش غريبة، مفروض كل يوم إيمانك زاد، يقينك زاد، ثقتك زادت، عملك، التزامك، طاعتك، تسليمك، عبادتك، لازم كل يوم تزيد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، مو على الدولة وهاي السلطة وهذا الرئيس، غرب شرق، يوم اللي يشوف هذا واجبه بعد ما يهم كلام الناس ولا يهم أمر الناس، يتوكل على رب العالمين وعلى ربهم يتوكلون. هذه واحدة من الآيات اللي رب العالمين يبدأها بقوله إنما المؤمنون. آية أخرى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنونه، مطيعين للنبي، من كيف هم يتصرفون؟ ملتزمين بالقيادة الربانية سواء في الحرب أو في السلام، في البقاء أو في الذهاب. هذه آية ثانية. آية ثالثة، إنما المؤمنون إخوة في آية سورة الحجرات. آية الرابعة أيضا في سورة الحجرات، هاي الآية المباركة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن قلوب متعلقة بالله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مستعدين للتضحية دائما. الأمر الثالث، مستقيمين على الطريق، عدم استقامة وعدم تراجع وعدم ارتياب وعدم شك. والأمر الآخر، إنهم يتوكلون على ربهم. اسمحوا لي أقرأ لكم
من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما عمد المسيرة إلى الشام لقتال معاوية. شوفوا تو النبي طالع من عدهم، مو من زمان، ما صار لمدة كبيرة، يعني 25 سنة، مو هواية في تاريخ البشر. كان النبي بينهم، وهؤلاء كثيرا منهم كانوا قد رأوا النبي وسمعوا منه، وقسم كثير من عدهم كانوا من أصحابه. الإمام علي يتكلم وياه: اسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبيه المرسل لتتعظوا، فإنه عظة لكم. ترى هاي آيات القرآنية مو قصص ألف ليلة وليلة، هاي آيات القرآنية حجة عليك، موعظة لك. لتتعظوا فإنه عظة لكم، فانتفعوا بمواعظ الله وازدجروا عن معاصي الله، فقد وعظكم بغيركم. فقال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن الله قال عين لهم لوط، عين لهم طالوت. يا أيها الناس، إن لكم في هذا، بعد ما يقرأ الإمام الآيات، إن لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله جعل الخلافة والأمر من بعد الأنبياء في أعقابهم. هم ما عينوا في الملك نفسهم، اجوا طلبوا من النبي، الله معين لهم. وإنه فضل طالوت وقدمه على الجماعة بشنو؟ بقية الآية تعرفوها؟ أولا باصطفائه، الله عين. إن الله اصطفى آدم ونوح، الله يصطفي، الله يصطفي النبي، الله يصطفي الوصي. من كيفك ما لك حق أن تتعين، فرد واحد وتتبعه وتقول رب العالمين يرضى عني. وقدمه على الجماعة باصطفائه إياه وزيادته بسطة في العلم والجسم. بعدين الإمام يقول: فهل تجدون الله عز وجل اصطفى بني أمية على بني هاشم وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسم؟ نبي من الأنبياء، مو آخر الأنبياء، مو سيد الأنبياء، مو خاتم الأنبياء. بعد هذا النبي بعد ماكو نبي، فالنبي الله جايب قصته. هذا النبي مهما كان عظيما مو بعظمة النبي، أمته مو أعظم من أمة النبي، دينه مو أعظم من دين النبي اللي هو خاتم وتكملة الديانات. وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسم، فاتقوا الله عباد الله وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له. ثم استشهد الإمام بهذه الآية المباركة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هاي شرط مهم، بعض الأفراد يجون يستشهدون ببعض الآيات التي تحدثت عن أصحاب النبي والذين كانوا مع النبي، قالوا خلاص إذا رب العالمين شاهد بأن هؤلاء مرضي عنهم كلهم، بس أكو شرط في الإيمان ثم لم يرتابوا. أما فرد واحد جاء أعلم فترة كان مع النبي، ما دام مع النبي، ما دام يبايع النبي في تحت الشجرة الله يرضى عنه، لكن إذا بدل وغير، الله ما يبدل، ما يغير، يبقى على ما هو عليه. الله ما يعطي فد كارت أبيض ووقع عليه لأي واحد من البشر، حتى لأنبياء ما يعطي، حتى لأنبياء. آدم وعصى آدم ربه نزل من الجنة، مثل ما نزل إبليس، إبليس خالف أمر الله، الله نزل من ملكوت السماء. آدم خالف هالمخالفة البسيطة، الله نزله. ود أصحاب النبي الله ما يبدلهم، ما يغيرهم، يبقى على ما هو عليه ثم لم يرتابوا. الإمام قرأ هذه الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في آية أخرى: أولئك هم المؤمنون حقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى